السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشني يعني جدا جدا جدا، وحشني جدا، بقالي كتير جدا ما صورتش. فالنهارده قررت اصور فيديو عن اشهر تو فاونديشن من شي جلام، واللي فعلا فيه مقارنة ما بينهم، وفي بنات كتير ما بيبقوش عارفين اشتري انهي واحد، طب انهي واحد احلى، طب ايه الفرق ما بينهم وهكذا. وهم طبعا الفاونديشن بتاع شي جلام اللي هو سكين فلوينسر، اللي هو اشهر فاونديشن الفترة الاخيرة، كل السوشيال ميديا بتتكلم عنه، والفاونديشن اللي هو المات بتاعهم اللي اسمه كومبلكسينج برو اللي هو ده. طب ايه الفرق ما بينهم، اني احلى، كل التفاصيل هناخدها النهاردة. هناخدها ايه، هو درس هنعرفها النهاردة هنعرفها النهاردة مع بعض، فيلا بينا وهنجربهم على وشنا وكل الكلام، تمام؟ فيلا بينا عشان نبتدي الفيديو. وطبعا ما تنسوش ان ليكم كود خصم لو انت بتشتري من شي ان بنفسك، تمام؟ ولو عايزة وسيط هسيب لك لينك الوسيط تحت، والكود الخصم ده هيديك 15% خصم، مش عارفة مالي. بصوش تعملوا لايك للفيديو ده اللي مش عارفين نبتديه، وتعملوا سبسكرايب لو انتم مش مشتركين في القناة، ويلا بينا نبتدي، وتابعوني على الانستجرام. تعالوا حلوين نبتدي بالفاونديشن بتاع سكين فلوينسر من شي جلام، اللي هو بيجي في جار كده. الفاونديشن ده من اشهر الفاونديشنز الفترة الاخيرة، ومن وجهة نظري ان هو يستاهل الضجة دي عليه بصراحة. تعالوا كده نبتدي اول حاجة بالباكجينج. الباكجينج رائع رائع، في 30 درجة، 30 درجة من اول البنات البيضة، البنات المتوسطة البياض، البنات الخمرية، البنات الخمرية الفاتحة والغامقة، لحد البنات السمر، في كل الدرجات. الحقيقة ان انا كنت عايزة استخدم نفس الدرجتين النهاردة، لان انا ما عنديش من اللي هو الفاونديشن بتاع كومبلكسينج برو ده غير درجة ساند، فقررت ان انا اجرب معاكم النهاردة درجة ساند من سكين فلوينسر، تمام؟ لان انا يعني ما جربتهاش قبل كده، وفي نفس الوقت هي الدرجه غامقه عليا بصراحه، فانا عندي الدرجه الفاتحه، كنت عايزه اجرب معاكم النهارده نود، لكن رجعت في كلامي قلت هجرب نفس الدرجتين هم. فتعالوا نبتدي كده. اول حاجه بيجي الفاونديشن شكله عامل كده، بيبقى بالم، تمام؟ فلازم تسخنيه الاول، وطبعا هو هيبقى متجمد اكتر في الشتاء عن الصيف، لان الصيف جاي لنا سايح كده، لكن في الشتاء هيبقى متجمد، تمام؟ فهو احسن حاجة انك تسخنيه الاول قبل ما تحطيه، وانك تحطيه بايدك على فكرة من احلى الاوبشنز للفاونديشن ده على البشرة. بعد كده طبعا طبطبي عليه بالبيوتي بلندر. انا عملت كده، لحست لحسة كده. بصوا يا جماعة التغطية، لحسة فاونديشن ده من ميديم لفول كفرج، تمام؟ كل ما بتكوني انت عايزة تخففي التغطية بتاعته بتدمجي اكتر بالايد او بالسبونج. عايزة تغطية عالية هتعملي بفرشة، انت اللي بتتحكمي في التغطية بتاعته، زائد ان هو قابل للبناء، تقدري تبنيه بكل سهولة، بيندمج مع البشرة بطريقة رهيبة يا جماعة، بيندمج مع البشرة، انت ما بتحسيش اصلا ان انت يعني انت بصوا انا كل ما بعمل كده بتحسوا ان مفيش فرق بين هنا وهنا، رغم ان في تغطية، يعني بصوا الشماك بتاعتي مش باينه زي ما كانت، في تغطيه، بس انت تحسي ان هو مندمج مع البشره، البشره بتتشربه بطريقه غريبه، عشان كده انا حبيته جدا. ما تحسيش ان انت ابدا حاطه فاونديشن على وشك. انتوا اكيد في ناس فاهمين كلمه فاونديشن، في ناس ما بتطقش الفاونديشن على وشهم، ابدا ابدا ما بتحسيش بيه على البشره ابدا. بعد كده يعني من الميزات بتاعته ما بيأكسدش، ودي ميزة بيدور عليها ناس كتير جدا، ما بيأكسدش، تمام؟ لونه ما بيتغيرش، اللون اللي بتشتريه هو اللي بتحطيه، هو اللون اللي بتفضلي بيه من ساعة ما بيتحط، فاهمين؟ ما بيأكسدش خالص، ودي ميزة تحفة برضو فيه، تمام؟ بيرطب البشرة، ما بتحسيش أبدا إنه كاكي كده ولا ناشف على البشرة، بيرطب البشرة، مش مات تماما، لا مش بيقلب مات خالص، يعني اللي هو المات لا فيه جلو. انا قررت كمان استخدمه ككونسيلر تحت العين، بصوا يا جماعه التغطيه وشكله على البشره بصباعي يعني تحفه تحفه. عايزه بقى تزودي التغطيه، انت زوديها، انا بالنسبه لي ده كده حاجة رائعة رائعة، وحتى والله ما محتاج ان انا امشي عليه بالبيوتي بلندر اطلاقا اطلاقا، كل حاجة فيه حلوة. تعالوا بقى نجرب التاني ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. الشي جلام كومبلكسنج برو، تمام؟ درجة ساند، الاتنين دي درجة ساند يا بنات، واللي انا هحطها دلوقتي دي درجة ساند برضو.
هحط بصباعي عشان ابقى فير مع التو فاونديشن. طبعا ده بيبقى ليكويد يا بنات، مش بالم زي التاني. انا حطيت كتير، حطيت كتير. الفاونديشن بقى ده اول حاجة بيقلب مط تماما. انسي موضوع الجلو ده خالص، يعني موضوع الجلو ده تنسيه تماما، بيقلب مط خالص خالص. تمام. بينشف، بيمسك في البشرة كده يا جماعة، حقيقي بيمسك في البشرة لما بينشف. فهو حلو جدا للبشرات الدهنية، دهنية قوي. تمام. العيب اللي انا شايفاه في الفاونديشن ده انه بيأكسد جامد قوي، بيأكسد يعني لما يتغير درجته من، هنقول مثلا من درجة ونص لدرجة، فهو انا شايفة من وجهة نظر ان درجته بتتغير خالص، غير الدرجة اللي انت اشتريتيها، غير الدرجة اللي انت بتحطيها. فتعملي في اعتبارك كده وانت بتحطيه. يعني مش هقول ان هو تقيل على البشرة، تمام، بس مش في خفية السكين فلوينسر. يعني هو مش تقيل على البشرة خالص، لكن مش خفيف زي السكين فلوينسر. تمام. طبعا انسي موضوع انت تستخدميه كونسيلر ده، بس هو الاثنين. انا اصلا ما بقتنعش بالفاونديشنز اللي بتستخدم ككونسيلر يا جماعه، بس انا بس عشان نشوف مع بعض التخطيط كده. بنات انا خلصت نصين الوش كده من غير ما احط اي حاجه، ولا حط برايمر ولا حط باودر ولا حط اي حاجه كده، بس الفاونديشنز. تعالوا كده نشوفهم، هنا السكين فلوينسر وهنا الكومبلكسنج برو. اول حاجه هناخد بالنا منها قد ايه الكومبلكسنج برو شكله طبيعي اكتر على البشره، البشره متشرباه كده، تحسي انت في النص ده مش حاطه حاجه، ورغم كده في تغطيه شكلها حلو جدا، عايزه تزوديها انت حره، بس انا بالنسبه لي اتس اوكي. في الجنب ده باين شكل ان انا حاطه فاونديشن، يعني انا حاطه فاونديشن باين. تاني حاجه انا مش عارفه هي باينه عندكم ولا مش باينه عندكم للامانه، بس هنا ابتدى نص وشي يغمق سنه عن هنا، على الرغم من ان الاثنين مفروض نفس الدرجه هي هي. تمام. بس هنا مغمق عن هنا وهيغمق كمان على فكره، فدي برضو حاجه من الحاجات اللي بتميز السكين فلوينسر عن الكومبلكسن برو ده. تمام. تالت حاجه برضو مش عارفه هي باينه عندكم ولا لا، الفاونديشن هنا ابتدى ينشف، يعني ابتدى الجلو ابتدى يروح منه شويه بشويه. هنا بصوا البشره كلها النص ده كله بيلمع، كل ما اعمل بشرتي كده شايفين اللمعه ازاي قويه، لازم كميه باودر عشان تطفي هذه اللمعه، لكن هنا بيبتدي يطفي لوحده واحده واحده. الحاجه اللي بعد كده انا شايفه ان السكين فلوينسر ينفع لكل انواع البشره، بمعنى الكلمه لكل انواع البشره، سواء دهنيه مختلطه جافه، ينفع لاي نوع بشره تقدري تتحكمي فيه بسهوله جدا. لكن البرو ده مط للبشره الدهنيه والمختلطه، تمام، ممكن، لكن للجافه ما اظنش خالص، لانه مط تماما، والبشره الجافه استحاله تحب الفاونديشن المط، خاصه في الشتاء. يعني انا بتكلم كمان ان احنا داخلين على الشتاء، فطبعا ده احسن بكتير بالنسبه لي حتى انا شخصيا في الشتاء، احلى من البرو. لكن البرو بالنسبه لي في الصيف احلى من السكين فلوينسر، ده رايي فيهم بمنتهى الصراحه. انا دايما بحب الفاونديشنز الخفيفه جدا على البشره اللي ما احسش بيها، فحبيت السكين فلوينسر اكتر من البرو مات، لكن في الثبات او قفشته او المات تماما، طبعا البرو يكسب بصراحه للبشره الدهنيه. بس كده يا بنات، دي كانت المقارنه بين التو فاونديشن. انت طبعا بتختاري المناسب ليكي في الاخر، انت بتحبي ايه، بتكرهي، يعني انت بتحبي الفاونديشنز المات هتختاري البرو، لو انت بتحبي الفاونديشن الجلوي هتختاري السكين فلوينسر، وخاصه ان هو مناسب لجميع انواع البشره. تمام كده، فده حاجه مهمه جدا. ما بتحبيش الفاونديشن اللي بيأكسد هتختاري برده السكين فلوينسر، ما بيفرقش معاكي الموضوع دوت، هتختاري البرو. ف انا قلت لك كل الاوبشنز في الاثنين، وانت بتختاري في الاخر المناسب ليكي، والاثنين على وشه. واخدين بالكم انه غمق كمان؟ مين واخد باله انه غمق اكتر؟ الجنب ده، لكن الجنب ده نفس اللون اللي اتحط، هو ما اتغيرش خالص خالص. فالموضوع ده فعلا لاحظته جامد جدا في التو فاونديشنز دول، لان انا حاولت ان انا اعمل مقارنه ما بينهم كذا مره، فبجد كل حاجه اللي انا قلتها النهارده ظهرت معايا في كل مره حاولت ان انا اقارن بينهم. فيارب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا فعلا ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لبنات كتير، وكمان ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام عشان هناك بنعمل حاجات تانية كتير جدا. باي باي.